هذه العملية التحسيسية هو أننا أبناء الشهداء ويعملون على مع المتعاطفين معهم على العمل على مشاركة أكبر عدد من المواطنين في هذا الاستحقاق المقرر ليوم 7 سبتمبر 2024. يعني اجتمعنا كمجلس وطني على مستوى الجزائر العاصمة، وكان بإجماع قررنا أننا نساند السيد المترشح عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وعلى هذا الأساس دارت اللجنة أو الأمانة الوطنية برنامج على أساس أنها تقوم بلقاءات توعوية تحسيسية لتجنيد أبناء الشهداء أو الأسرة الثورية بصفة عامة لهذا الحدث الهام. خلاله نقوم بالتحسيس من أجل أن تكون المشاركة قوية وفعالة.